رجعنا لكم مرة تانية، وده معاد فقرتنا الأسبوعية اللي بنهتم فيها بصحة المرأة بشكل عام، وخصوصا المرأة الحامل. فترة الحمل بحلوها ومرها زي ما بنقول، بتكون من أجمل الفترات اللي بتعيشها السيدة الحامل أو الأم في انتظار بقى يعني أغلى ما عندها في حياتها. رغم من كده، ساعات بيكون الفترة دي فيها بعض العوارض أو القلق اللي بتخلي الأم أو السيدة الحامل تحس بمشاكل كتير. بتتراوح بقى العوارض دي ما بين عوارض بتكون بسيطة جدا، وأحيانا ممكن تصل إلى عوارض شديدة جدا، بتبقى مشاكل كمان الغثيان والقيء والحرقة، دي بتبقى الأكثر شيوعا والأكثر قلقا. ده غير طبعا ان العوارض دي قد تصاب بها اي سيده بغض النظر اذا كانت حامل او لا. خلينا نعرف اكتر عن مشاكل الجهاز الهضمي والمعده في الحمل مع ضيفنا اللي بينورنا دايما كل يوم ثلاث، دكتور شوقي رشوان، استشاري امراض النساء والتوليد والحقن المجهري. صباح الورد يا دكتور. صباح الورد يا دكتور، منورنا. دكتور خليني كده في البدايه اقول لحضرتك انه في ناس بتبقى اصلا طبيعتها على طول، او احنا كمصريين يعني عندنا ايه، القولون العصبي وامراض الجهاز الهضمي مرض العصر، بس ده عندنا احنا في مصر طبعا نتيجه للاكلات والطريقه الغلط والاكل الحلو، الفول والطعميه والكشري اللي كلنا بنموت فيه طبعا. بيزيد بقى مع الست الحامل، احيانا بيكون عرض او احيانا هي اصلا عندها المرض. تمام يا اسماء. هو اولا انت قلتي حاجه او حطيتي ايديكي على حته مهمه قوي، ان طبيعه اكلنا في الدول العربيه بشكل عام كله مش مظبوط، يعني النشويات والدهون، واكتر حاجه اكتر من طبيعه الاكل تنظيم الاكل، ما عندناش مفهوم تنظيم الاكل ده خالص. فطبعا المعده والقولون بيتعب لدرجه ان احنا عندنا ما فيش حاجه اسمها، يعني ما اظنش ان ما فيش حد عانى من قولون ومتعب القولون بصوره مستمره في حياته. السيده الحامل هرمون الحمل هرمون ارتخائي. بصوا دايما انا بعلم السيدات الكلمه دي، بقول لهم ان هرمون الحمل هدفه ان هو يروح للرحم، عضله الرحم يرخيه عشان تعرف تتمدد. فبيرخي كل عضلات الجسم كأثر جانبي، منها المعده منها القولون، فدي بتتعب جدا. حركه المعده والقولون ما بتبقاش منتظمه اثناء الحمل. اول عرض واكتر حاجه السيده بتتعب منها الارتجاع والحموضه، ده بالنسبه للمعده، الارتجاع والحموضه والقيء اللي بيحصل بشكل شديد في اول 3 شهور في بعض السيدات. بس في نصايح مهمه قوي انا جاي النهارده عايز اقولها. مثلا المعده، احنا دايما بنتكلم على الحموضه. الحموضه انا شرحتها في الحلقه اللي قبل اللي فاتت بالظبط، ان بيحصل ارتجاع نتيجه ان حركه عضله المعده بتبقى ضعيفه شويه، في باب ما بين المعده والمريء بيرتخي فبيحصل ارتجاع. الارتجاع دوت عشان اتعامل معاه مش لازم كل حاجه دواء يا جماعه، لان الدواء هيعالج وقتيا انما مش هيعالج دايما. يعني القولون لما بيضطرب برضو تروحي الدكتور الباطني هيدي لك علاج هتبقي كويسه، بس هترجعي لنفس عاداتك الغذائيه، ده للسيده اللي مش حامل. هتلاقي نفسك تعبانه بنفس الطريقه. طيب اعالج ازاي؟ اول حاجه حموضه المعده، بدل ما ناخد ادويه في عندي حلين لطاف جدا وعايز اوجه الناس ليهم بوضوح شديد. اولا خيار مقشر ساقع، خيار مقشر ساقع، مقشر ولازم تتقطم ويتاكل ببطء، وحتى يتمضغ يتاخد العصاره بتاعته ويترمي لو احنا ده سواء حامل او لا. بس هي في الحمل طبعا بتبقى نصيحه مفيده للغايه. طيب انا عايز اقول لك حاجه هنا يا مها، سوري، في الاوتيلات السفن ستارز دلوقتي او الاوتيلات الكبيره قوي بيعملوا عصير خيار بالنعناع بالميه المتلجه، بيريح المعده جدا، مشهور جدا على فكره. تمام. في استاذه هاله معانا من القاهره، هستاذنكم في مداخله هاتفيه. استاذه هاله صباح الورد. صباح الخير. صباح الورد عليك. صباح الفل. ممكن اكلم الدكتور؟ ارجوكي طبعا. لو سمحت يا دكتور. صباح الخير. صباح الفل يا مدام، اتفضلي. انا بنتي عندها 27 سنه والدوره بتنزل عليها مرتين في الشهر. تمام. مره عادي ومره في فتره التبويض. مرة ايه يا فندم؟ انا عليها مرة عادي، يعني عادي، ومرة بتقول انها بتتزامن مع فترة التبويض اللي بتبقى أوكي. موجودة. هي حضرتك متزوجة طبعا مش كده؟ انسه أنسة لسه. طيب عندها زيادة في الوزن أو أي حاجة يا فندم؟ لا ده هي ضعيفة وخسّت. أوكي. كمان يعني من أوكي. نزول الدورة خسّت يعني. طيب هو بتنزل دورة عادية وفترة التبويض بينزل نقط دم. طيب هجاوب حضرتك حالا، بس نقط دم مش دم كتير. بينزل لها السايل وبيزيد قبل الدورة بثلاث أيام عليها. لا الدكتور بيقول لك مدام هالة، الدكتور بيقول لك كتير ولا بتبقى نقط اللي هي الفترة بتاع التبويض اللي حضرتك بتقولي عليها؟ لا نقط. نقط. اوكي تمام. انا هفاجئ. هي كانت عاديه الاول من أوكي. سنتين حصل لها الموضوع ده. طيب انا هفاجئ. انا عليها. لا 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 ده وده هيأثر عليها بعد كده ولا لا؟ اوكي. ما تقلقيش. بصي انا هفاجئك بمعلومه مهمه جدا، ان اللي حضرتك بتقولي عليه دي علامه كويسه قوي. ربنا يطمنك عليها مدام هاله، وما تقلقيش عليها، والدكتور هيرد عليكي دلوقتي. نمره الدكتور لو سمحت. ممكن تاخديها من الكنترول. اوكي طيب. بعد اذنك يا دكتور. هي في طبعا، بس في معلومه هنا مهمه قوي. اولا نزول الدوره احنا عارفين ناتج عن ايه، ان البويضه بتفتح.
البويضه بتموت، سوري، لما البويضه بتموت، لما البويضه بتفتح فتره التبويض في حاجه اسمها احنا بنسميها انترمنسترال سندروم او متلازمه الاباضه. متلازمه الاباضه دي بيحصل ثلاث حاجات، بيحصل ارتفاع نص درجه في درجه الحراره، بيحصل بتزيد الافرازات المهبليه شويه، وفي بعض السيدات اللي الخصوبه عندهم عاليه بينزل نقطه او نقطتين دم. ده علامه محموده اللي يعني هي اللي بتقول على انت انا قلقان عليها وبتخس. لا لا لا، ده هي عشان واضح ان هي وزنها الصغير شويه، فده بيخلي الاباضه عندها افضل على عكس ما الناس فاكره. اوكي، نزول نقط دم في مواعيد التبويض دي علامه جيده. طب عشان تتاكدي انا هطلب منك هرمون واحد بس اسمه بروجستيرون في اليوم ال21 من ميعاد الدوره الاساسيه اللي هي بتجي لها. دكتور، هو ده بينفع عادي؟ يعني ده بيعملوه عادي سواء متجوزه او مش متجوزه؟ طبعا طبعا، ده هرمون الدم. علاقه يعني؟ لا لا، بتطمن بيه على الاباضه. يعني بصي، البويضه بتتاثر بالهرمونز، البويضه بتفتح بتطلع الاوفيول الصغيره اللي بيحصل منها حمل سواء انسه او غي او متزوجه. ده ممكن من اول سن 14 سنه مثلا اللي بيبدا اول فتره البلوغ. خلي بالك انا قلت المعلومه دي قبل كده، ان المبيض بيبتدي يشتغل من والبنت عندها 6 شهور في بطن مامتها. بيبتدي يطلع بويضات بتترمي لحد ما في سن البلوغ يبتدي الهرمونز تطلع، تبتدي تشغل المبيض، تنضج بويضه او بويضتين كل شهر، وهو ده البويضه الناضجه هي اللي بتطلع الهرمون اللي انا بقول عليه. لو الهرمون ده طالع سليم يا فندم، يبقى احنا نطمن على بنتنا خالص، ما عندناش مشكله خالص. ونزول نقط الدم اثناء فتره الاباضه دي علامه ممتازه، مش كل السيدات بتتمتع بيها. ان هي الخصوبه عندها عاليه. عاليه بالظبط، وهي تتاكد من الهرمون، وارجوكي يبقى بلغينا بالهرمون ده طالع كام. ان شاء الله وربنا يطمنك. طيب احنا هنتوقف عند الخيار. انا قبل الخيار اتفضلي عشان ما اسيبش مدام رضوى على التليفون. مدام رضوى من اسيوط، صباح الورد يا مدام رضوى. مدام رضوى، ممكن حضرتك توطي التلفزيون؟ اسمعيني بالتليفون. انا صباح الورد يا استاذه اسماء. صباح الفل عليكي، بس وطي التلفزيون ربنا يخليكي. ماشي حاضر. ماشي ماشي حاضر. انا كنت كلمت الدكتور من قيمه 4 اسابيع. ايوه. وقال لي على تحليل. تمام. اللي هو اي ام اتش. تمام. ايوه، طلع كام بقى؟ طلع 8/10. اوكي، احنا كام سنه يا فندم؟ 26. 26. الدوره مش منتظمه؟ لا مش منتظمه. هي دي لها من شهر 10 ما جاش دلوقتي حتى. متزوجه بقالك قد ايه يا مدام رضوى؟ متزوجه بقالك قد ايه؟ مدام رضوى معلش فكريه، كنت حضرتك متجوزه بقالك قد ايه؟ 7 سنين. 7 سنين. قلت لكم المره اللي عادي. ايوه معلش معلش سامحيني عشان ساعات بننسى. معلش معلش. طيب اوكي اتفضلي. طيب رضوى. رضوى هقول لحضرتك حاجه. انت ملتزمه قوي يا رضوى ما شاء الله عليكي. بص يا رضوى، هو نتيجه التحليل ده مش حلو قوي يا بابا، اوكي؟ فهو ده لازم نبتدي نساعدك على طول على الحمل، ممكن بالاخصاب المساعد، يعني لو حتى يعني ان شاء الله لو في امكانيه ان انا اقدر اشوفك في العياده هقدر اساعدك، حتى لو ماديا الموضوع مكلف. تقدري تيجي للدكتور في العياده يا رضوى؟ هقدر ان شاء الله باذن الله. طيب ان شاء الله هساعدك. طيب خدي رقم التليفون وعنوان الدكتور من الكنترول، والدكتور متطوع اهو يساعدك يا رضوى، وبيقول لك ما تقلقيش وان شاء الله كله هيبقى زي الفل باذن الله. رضوى الحقيقه فكرتني ان انا ساعات مثلا في حد بيكلمني في التليفون اسمه محمد مثلا ويقول لي انا مراتي كذا كذا كذا، انت مش فاكرني؟ اقول له نص البلد اسمها محمد. لا بس هي كمان يعني. يا دكتور انا بحييها لانها التزمت كمان بالتحليل اللي حضرتك قلت عليه ومتابعه، وواضح يعني ده برضو يا دكتور ده بيبقى شيء مهم جدا في الست اللي يبقى عندها وعي. مهم جدا، بس انا برضو عايز اقول لها حاجه، هي طبعا الهرمون مش حلو قوي، يعني احتياطي البيضات اللي على المبيض عندها مش حلو قوي، محتاج ان احنا نساعدها بسرعه عشان فرصها في الحمل 3-4 سنين هي اللي جايه هي اعلى فرص في الحمل. ممكن بعد كده فرص الحمل ما تبقاش حلوه قوي، فلازم نتدخل بسرعه. نرجع بقى للخياره بقى يا رضوى. نيجي بقى للحموضه. اوكي، انا قلت الخيار المقشر الساقع، وقلت لك ده دلوقتي بيتعمل في الاوتيلات المشهوره. طب ليه مش القشر؟ لا، القش من الحاجات اللي هضمها صعب، بتزود حموضه في بعض الاحيان، عشان كده من غير قش، ولازم يبقى ساقع، لان الحاجه الساقعه لما بتدخل برغم ان هم بيقولوا قش الخيار فيه قيمه غذائيه. لا ده انا بتكلم عموما. طبعا ليه قيمه غذائيه كبيره، وقشور الفاكهه ليها قيمه غذائيه بس كبيره، في حالة الحموضة بس لما يبقى عندي حموضه اخد خيار مقشر ساقع. ده انا هفاجئك بقى بالمعلومه الثانيه. الحموضه اتعامل معاها ازاي؟ بق لبن متلج. اسمعي الكلمه دي، بق لبن او بقين لبن يقللوا الحموضه. مش كوبايه بقى تزود الحموضه. كوبايه تزود الحموضه. ايوه ليه بقى؟ بصي الحموضه دي اول ما بيتفرز الاحماض دي عباره عن افرازات حمضيه، لما باخد حاجه قلويه بتعادل الحمض فبتستريح. السقوعيه بتاعت اللبن بتعمل انقباض في الاوعيه الدمويه بتاعت المعده تقلل الافرازات الحمضيه. اشربي بقى كوبايه لبن. كوبايه اللبن دي مليانه كالسيوم، عارفه مضخات الاحماض بتاعت المعده بتشتغل بالايه؟ بالكالسيوم.
فانت كانك بتدي لها بنزين. طب يا دكتور بس فهتريحك وقتيا. الست الحامل دايما يقول لك خليها تاخد لبن او زبادي أوكي. عشان الكالسيوم. هو قال لك جدا بس نوت يعني مش اثناء فتره الحموضه. يعني انا في سيده بقول لها خدي بق لبن متلج وبعد 10 دقائق وبقول لهم دايما النصيحه دي نحط لبن في الفريزر يتجمد اجرشه شويه واخد معلقه كده في بقي كل 10 دقائق هتلاقي الحموضه بتروح احسن من اي دواء. في سيدات بقى بتتطوع وتقول لك ده انا شربت كوبايتين لبن. هي فاكره ان هي كده بتساعد نفسها. ده قلبت الدنيا نار. طيب اللبن الرايب بصي مفيد بس برضو اللبن الرايب ده للهضم مش للحموضه. طيب يعني هنقف عند الجزئيه أوكي. دي ومعانا ام يوسف من المنصوره. صباح الورد عليك يا ام يوسف وكل اهالي المنصوره. يلا اوكي حاول التسامر طيب نكمل تاني. هنا بعد ما بناخد بعد ما بناخد الحاجات دي ولو لسه الحموضه مستمره في علاجات دوائيه طبعا بس هنا بقول حاجه مهمه قوي ان انا ما احاولش اتعود عليها لان في بعض السيدات على فكره معظم ادويه الحموضه امنه في الحمل بس المشكله ان السيده بتخلص الحمل اتعودت على دواء معدتها اتعودت عليه بتفاجئ بالحموضه دي بقى مستمره دي حقيقة على فكره فنحاول دايما العلاج الدوائي لازم يبقى انترميتنت متقطع عشان ادي فرصه لجسمي ان هو يظبط نفسه. انا اصلا واحده من الناس ملوش دعوه بفتره الحمل ولا دي مشكلتي انا يا جماعه معلش باخد اصلا اوريدي دواء للمعده يعني اوريدي عندي ارتجاع مريء ملوش دعوه بالحمل خالص ده أوكي. مرض مزمن انا عايشه بيه اوكي تمام طيب. عادي زي كل الناس اللي بيفضلوا ماشيين بادويه المعده وفتره الحمل بيكملوا كده وبعدها بقى بصي يا اسماء انت بتتحسني مع الدواء توقفي الدواء الامور بتزيد طب احسن ازاي الحركه بتاعه المريء والمعده في حاجه اسمها السينكرونسي يعني يحصل فيه سينكرونايزيشن بين حركه او يعني توافق بين حركة المريء وحركة المعدة لما هتحسني التوافق ده هتحسني الاكل يتحرك افضل وهتحسني الحموضه ان هي الاحمر ما ترجعش الناس اللي هم اصلا اوريدي ما انا بقول لك نعمل ايه نعمل ايه ماشي على علاج نعمل ايه خمس ست وجبات في اليوم كلها وجبات صغيره اوعي تاكلي في اخر زيادك لازم الاكل يبقى زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا ربع لطعامك وربع لمائك وربع لهوائك لا تمن لطعامك او ربع لطعامك وربع لمائك ونص الهواء طيب دي اول حاجه تاني حاجه اقولها بس حاجه مهمه قوي عشان دي عايز اساعدك فيها تاني حاجه نبعد عن السمنه والزيت والدهون بشكل عام والاكلات النشويه خاصه قبل النوم حضرتك بتقول كلام واقعي بالنسبه للمصريين لا مش واقعي طبعا خالص انا بقول لك طيب احنا معانا دلوقتي استاذ علاء معانا استاذ علاء عبد القادر من الاقصر صباح الورد يا فندم صباح الخير يا فندم صباح الفل يا استاذ علاء ممكن توطي التلفزيون ممكن توطي التلفزيون عشان تسمعنا حاضر يا فندم حاطط التلفزيون اتفضل اوكي اهلا بيك اتفضل ازيك يا فندم عامله ايه تمام الحمد لله منورنا اتفضل اتفضل الو ايوه استاذ علاء احنا سامعينك كويس الو فندم انا على مشاكل اثناء الحمل بيدوا برشام يا فندم للمعده او للكالسيوم بيتعب الحمل وبعد كده يعني في زي مصل بيدوه في الشهر الخامس بيأثر على المعده ومأثر يعني على المعده ومفيش توعيه يا فندم فده ايه رايك في حضرتك فيه؟ اشكرك على السؤال ده تمام طيب. ليك اي استفسار تاني لا هو بيتكلم لا 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 شكرا لقناه تن والله على المعلومات دي شكرا ليك انت علاء ومنورنا دايما قال الادويه بيدوها وبتأثر هي معظمها ما بتأثرش على الحمل بس بتأثر على الجهاز الهضمي بعد كده فاحنا نبقى ليميتد قوي في الادويه قال كلمه مهمه قوي على المصل بيدوه في الخامس والسابع مصل التيتانوس هو ايه ده بقى يا دكتور مصل التيتانوس هو بجد يا دكتور ده مش حضرتك كنا قلنا ان هو حاجه مش مظبوط مش المفروض السيده تاخده صح هقول لك ليه اولا هسالكم وهسال كل الساده المشاهدين سمعتوا في حياتكم عن حد جاله تيتانوس لا قريته في الجرايد عن حد جاله تيتانوس بس هي هند كانت السبب لا هند ما اعرفش بس هو التيتانوس ده التيتانوس كان بيتنقل التيتانوس ميكروب التيتانوس في منتهى الخطوره بس بيتنقل عن طريق روث الحيوانات وبيتنقل عن طريق الصدى السيده اللي كانت بتاخده زمان السيده اللي في الارياف اللي بتولد في البيت وجنبها سوري زريبه ومجان موبوء بس معنى كده يا دكتور وقتها كان في حملات اعلانيه كتير جدا صح ساعتها اللي هو كان بيقولوا عليه الكزاز بالظبط بس هو دلوقتي ما بقاش فيه خلاص التيتانوس بقى مش منتشر حتى السيده اللي بتعمل في القريه او في الحقل قولي لي في القريه ممكن اسلم ان ممكن ناخدها بس في المناطق الحضريه مش موجود يا جماعه خالص انا بقول للسيده اولا لو السيده بتولد في مكان معرضه فيه ميكروب التيتانوس سوري انا اسف دي معرضه لمليون حاجه تاني يعني ما فيش حد يولد ما فيش حاجه اسمها ولاده في بيت ما فيش حاجه اسمها الولاده في القريه دي في مراكز وعشان تبقوا عارفين انا قبل ما استلم شغلي في الجامعه كنت واخد في منطقه اسمها السويس في منطقه بعيده جدا وفي منطقه نائيه لا في امكانيات طبيه وفي كل حاجه موجوده بس الناس ما بتجيش الناس مش فاهمه طب لو السيده نفسها الحامل يعني فلاحه وبتشتغل في الارض فهي كده كده بيبقى الحيوانات قريبه منها وتعمل ايه ما تاخدش وقت الولاده وقت فتح مجرى الدم
طيب حسب حضرتك هناخد طب التطعيم بتاع الشهر الخامس ما تاخدوش؟ لا ما لا ما استاذنكم هاخد مدام هبه منين عشان ما تقعدش على التليفون ونكمل. مدام هبه صباح الورد. اكمل بس هنا التطعيم. التطعيم احنا دايما بنلجا للدكتور وهو يقول، يعني في وزاره الصحه بيدوا التطعيمات وبيدوها خاصه المناطق الريفيه دي، اوكي موافقين عليها بس مش كل سيده محتاجه. يعني دي من الحاجات اللي احنا بنشكر عليها وزاره الصحه دايما، ان هم بيهتموا من الامراض، لان طبعا احنا عارفين لو الامراض دي ابتدت تنتشر الموضوع بيبقى جايز وقتها. يا دكتور كان المرض منتشر، نستشير الدكتور والدكتور هو اللي يقول ناخده ولا ما ناخدوش. مش كل سيده رايحه على طول في كل حته في الصحه، وهم في يعني في بعض الاحيان بيدوا التطعيمات وخلاص عشان يريحوا نفسهم. في سيدات ممكن اعتبرها معرضه حتى بنسبه 1%، يا ستي خديه. انما اللي في المناطق الحضريه ما تاخدش فعلا. يا دكتور بيأثر على حاجات كتيره جدا، وساعات في سيدات بتجيلي بخراج بسبب الماسك بتاع خراج مطرح الحقنه، ساعات بيسخنها. اوكي طيب هنرجع لمرجوعنا تاني لموضوع متاعب المعده والقولون والاكل. اكمل بقى هنا في اسمعي كمل المعلومات الخاطئه مها، اسمعي كمل المعلومات الخاطئه يا اسماء. القولون حركته، القولون ده طوله قد ايه؟ 6 متر. يعني لو انا وقفت وجبت القولون بتاعي وفردته جنبي هيبقى قدي 4 مرات. ايوه ده قاعد جوه بقى بيعمل كده. عشان كده القولون بيبتدي من عند المعده وبينتهي عند الشرج. تمام. ففي سيدات تقول لي انا عندي الم هنا، الم هنا، الم تحت، تقول لي الم عند المبيض، الم، كل ده غالبا قولون. سيدات تيجي في الشهر الثالث والرابع تقول لي انا البيبي بيتحرك. انا اسف، ده مش حركه، ده حركه قولون. ودايما باكد عليها المعلومه دي، يا بابا احنا صعب نحسب حركه البيبي قبل الخامس. عشان كده في التشريح هو عامل كده. ايوه بالظبط. يعني هو طوله 6 متر. شئنا ام ابينا، اوكي، في حدود 6 متر يعني. حتى طيب. لو حد قصير طول. حتى لو حد قصير مالهاش دعوه. بس هنا هنا في سيدات بتفتكر كتير قوي ان الحركه بتاعت القولون دي هي حركه البيبي، وتفاجئ بقى بعد 4 أو 5 شهور من حمل ما بقتش تحس بحركه القولون، فتقول لك البيبي جرى له حاجه وتجيلي مفزوعه. خطا. القولون اهم علاج للقولون ان انا اشرب سوائل دافيه كتير اثناء الحمل. اسمعي المعلومه الخاطئه دي، منتشره جدا في انحاء البلاد من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. السوائل الدافيه بتجهد. كلام خاطئ تماما. هقول مصدر الاشاعه دي جت منين عشان الناس تقتنع. كانوا زمان البنات الصغيره كان لما بيجي لهم البيريود بيحصل انقباضات غير منتظمه في الرحم، فبيدوا لهم سوائل دافيه عشان السوائل الدافيه دي بتخلي انقباضات الرحم اكثر انسيابيه. النعناع الدافي. قبل كده بالظبط، قبل كده لما انقباضات الرحم بتبقى عنيفه ومش منتظمه، الدم بيتجمع جوه الرحم وبينزل على هيئه كتل، فبيعمل مغص جامد. لما بتاخد سوائل دافيه انقباضات الرحم بتبقى اكثر ليونه، فالدم بينزل اول باول، فبدل ما بينزل كركيع بينزل دم سايل، فافتكروه ده بيسبب نزيف. ده مش نزيف، ده بيحسن الانقباض او بيهدي حركه الرحم. ربطوا بين السوائل الدافيه وبنزول الدم بكثره. ماشي يا دكتور، هتسامحني عشان مدام هاله من اسكندريه بس عشان خطوط الضغط بتوعها. اوكي. هاله صباح الورد يا هاله. صباح الورد عليكي، صباح الفل، منورين بصراحه. صباح الفل ومنورانا. الله يخليكي. بص انا كنت بس عايزه اكلم الدكتور، كنت كلمته قبل كده. اتفضلي. على غدد لبنيه. موجوده كانت معايا بقى لها 6 شهور، فهو حتى كلمني وقال لي خدي برشام اللي هو الفنتا. تمام. وقال لي اعملي كمادات ميه سخنه، بس انا بقى لي كده يعني شهر ونص، هي نزلت بنسبه 40% يعني. كويس. مش عارفه اعمل ايه، خايفه يعني، مش عارفه. لا ما نخافش منها. اروح للجراح؟ لا 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 لا. بصي حضرتك، هنلبس برا دايما ضيق شويه، ونواظب على التدفئه للثدي، وهناخد دواء من زيوت طبيعيه. هقول لك اسمه بقى، مش اعلان، مش اعلان، مش مهم. اسمه بريماروز. اسمه ايه؟ بريماروز. بريماروز ده من زيوت طبيعيه، هتمشي عليه 6 شهور. بعد ما بنخلص العمليه الالتهابيه ده بيحسن تكوين انسجه بتاعه الثدي. بس انت حاسه ان انت احسن يا هاله صح؟ اكيد. هو احسن، هو نزل يعني 40، نزل فيه فرق الحمد يعني. لله. كويس. هنكمل بالبريماروز يعني. بس يا هاله ماشي 6 شهور، وما تقلقيش من الموضوع ده خالص يا بابا، ملوش علاقه بالامراض الوحشه خالص. اوكي والله ربنا يطمنك يا دكتور. طيب صباح الفل يا هلا، وربنا يطمنا عليكي ويطمنيني عليكي تاني. اكمل معلومه الحاجه الدافيه. السوائل الدافيه بتحسن الانقباضات. بس نطمن هلا بس الاول، هي تمام زي الفل، كويسه، هي هتمشي على الدواء ده، هتتحسن شويه. لا ما لهاش علاقه بالامراض الوحشه خالص. هنا انا عايز اقول برضو هنا معلومه مهمه، بس اكمل حته السوائل الدافيه دي. السوائل الدافيه بتحسن حركه القولون، افضلهم الشاي الاخضر اللي هو مضاد للاكسده، اللي هو مفيد في الحمل، مش خطر يا جماعه خالص. الشاي الاخضر مفيد. مشكله الشاي الاخضر ان هو ساعات بيخلي حركه القولون زياده، فبيسبب اسهال. لما بيحصل اسهال بيبقى فيه فقد سوائل، فالسيده الحامل بتتعب، فاحنا بناخده بما نحتاج. يعني ما اخدش 3 مرات ويجي لي اسهال، لا خلاص اخدهم مره. ممكن اخد 6 مرات وما يجيليش اسهال، خلاص اخدهم، ده الشاي الاخضر مفيد، حسن حركه القولون جدا.
هقول لكم معلومه ثانيه لبعض السيدات، وده دواء يعتبر طبيعي، زيت البارافين. ناخد معلقه صغيره بيحسن حركه القولون جدا للسيدات اللي عندهم قولون عصبي. طب والقرفه؟ القرفه والجنزبيل والسوائل الدافيه كويسه للقولون، ما بتسببش اجهاض، ما فيش حاجه اسمها الكلام ده خالص. وبشكل أوكي؟ عام لو مش حامل. اقول لك بقى اهم حاجه للقولون بنصح بيها السيدات الحامل دايما. الرده. الرده؟ طبعا. ان هي تاخد معلقه رده كده؟ الصبح ومعلقه رده بالليل، بس نخلي بالنا احنا يعني الرده من الحاجات اللي بتسحب الغازات من القولون، والرده دي بتحمي من سرطان القولون لمعلوماتكم. اوكي، وعشان كده سرطان القولون في الدول العربيه مش منتشر زي الدول وحاجه اسمها كرونز ديزيز اللي هو مرتبط بالدي العيش البلدي. بالظبط، عشان العيش البلدي. ففي فوائد كبيره جدا في الرده، بيحسن حركه القولون، بيمنع الامراض السيئه للقولون. الرده بقى تتاخد ازاي؟ سيبك من الحبوب المستحضرات الدوائيه، ده كلام فاضي، معلش في الحته دي. ضد الدواء حضرتك؟ لا مش ضد الدواء، بس سوري انا اسف، يعني حبوب الرده دي محفوظه بقى لها قد ايه؟ الحبايه بتجيبي شريط مثلا فيه 30 حبايه ب 10 جنيه، ده ما يعادل معلقتين رده. الرده دي بتتجاب من العطار؟ من العطار، بس طريقه استخدامها مهمه قوي، ما تتعرضش للميه ولا الهواء. يعني كيس مقفول اخدها معلقه مش مبلوله. الايه يا فندم؟ حط في الثلاجه مثلا. لا حتى في اوكي اتس اوكي عادي، بس ما تعرضش الميه ولا الهواء، في كيس مقفول. ما خدتهاش بمعلقه مبلوله كده باظت خلاص. اوكي، معلقه رده الصبح، معلقه رده بالليل، صدقيني احسن من اي دواء قوي. طب والاقراص بتاعت الكربون؟ لا، على شويه زبادي، على فول. طب اقراص الكربون بتاعت القولون؟ الايه كربون بتعمل ايه؟ ده اقراص فحم، هي امنه في الحمل، بتدخل جوه تقوم سحبه غازات وتخرج، امنه جدا. بس برضو ده هسميه برضو هو علاج طبيعي دوائي في نفس الوقت. انا يعني ممكن اسمح بالايو كاربون، بس انا دايما في سيدات حامل بتقول لي انت معذبني كده ليه؟ بقول لها يا بابا عشان انا دوري كطبيب ما افكرش فيكي النهارده، افكر فيكي بعد 10 سنين. طب والامراض المزمنه يا دكتور؟ يعني مثلا الناس اللي عندها قرحه معده سريعا كده؟ هنا انت خرجتيني بره تخصصي خلاص. هنا لازم دكتور باطني هو اللي هيرد عليكي دلوقتي يا اسماء. انا بتكلم في السيده اللي ما عندهاش باثولوجي، ما عندهاش عيب، طريقه اكلها وطريقه حياتها وطريقه نومها وطريقه شربها وغذائها هو اللي مسبب اضطرابات القولون، حملها مسبب اضطرابات القولون معايا. انما مرض لا، اي واحده بتجيلي عندها مرض والله لو سكر، رغم ان احنا من دورنا ان احنا بنتابع السكر. طيب دكتور الباطني، حضرتك بتوديها للتخصص؟ وشبه احنا الاثنين سوا. طب احنا عشان انا ما اعرفش كويس زيه في الحته دي. وقت الفقره صح. اخر اتصال معانا من ساره. ساره صباح الورد. ايوه صباح الورد. اهلا بيك يا ساره، انت محظوظه يا ساره لان دي اخر اتصال في الفقره، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. دكتور انا عندي ورم ليفي على الرحم، فعملت اشعه بالصبغه فما عنديش انسداد في قناه فالوب او اي حاجه. تمام. فكنت عايزه اعرف الحل ايه. طب سؤالين يعني بس الاول، حضرتك مخلفه قبل كده؟ لا انا متجوزه من سنه. طب حضرتك كام سنه يا فندم؟ الخط قطع. طيب اتجوز ساره، معلش هجاوب الاحتمالات فيه. دلوقتي لو التليف، اولا اسمه تليف ما اسموش ورم. اوكي، لو التليف خارج الرحم يعني جاي في العضله الخارجيه من الرحم ما تخافيش منه خالص. تمام. لو التليف في العضله بتاعت الرحم بس مش مأثر على الانابيب ما تخافيش منه خالص. تمام. لو التليف على جدار الرحم الداخلي ومسبب لك نزيف خافي منه. طب هي قالت انه مش مأثر الحمد لله على الانابيب، يبقى ولا حاجه، ما تقربش منه. في الحمل ممكن يكبر، هو انا عايز اعرف حجمه قد ايه الحقيقه. طيب. في الحمل ممكن يكبر، هنتابعه. بس هنا احنا بنقيس الفوائد مع المخاطر، ممكن التدخل وان انا اشيله في فرصه لرجوعه تاني. ممكن يسبب التصاقات، فلو هو مش مأثر معايا في فرص الحمل ولا اي حاجه ما تقربيش منه خالص. اوكي، ومعلومه التليف عشان سيدات كتير بتسالني فيه، التليف لما يجي يتشال ما يتشالش وقت الولاده، بيشال بعد 6 شهور من الولاده. تمام. دكتور شوقي رشوان استشاري امراض النساء والتوليد والحقن المجهري، صباح الورد عليك. صباح نشكرك الورد، شكرا جزيلا. صباح الورد يا دكتور ومنورنا. كل مشاهدينا بنعتذر طبعا عن التليفونات اللي احنا ما تمكناش من الرد عليها او على الخطوط اللي يعني بتوع مننا، بس ده شيء خارج عن ارادتنا تماما. بنوعدكم دكتور شوقي هيكون متواجد معانا يوم الثلاث القادم باذن الله، وهنكمل معاكم ونرد على الاسئله اللي بتدور بقى في اذهانكم كلها.